Cave TV. أعزائي المشاهدين، اليوم راح أعرفكم على أسرع ميني كوبر في الشرق الأوسط 1.8 إنجن 255 بريك تيربو. راح نجربها على حلبة الكاردروم. الجو روعة، جميل، مثل ما يقولون أخوان المصريين، جميل جمال مالوش مثال. رفون. الحين بندخل في تفاصيل الميني كوبر. تفاصيل الميني كوبر نبدأ بالإكزوست سيستم. الإكزوست سيستم ماله في نص السيارة، تعطيها اللوك الرياضية. والرنجات الرمز السيارة 17 إنش، ماكينة 1.8 تيربو، سيارة إيروديناميك. كلنا شفنا الفيلم ذا إيطاليان جاب وعشقنا الميني كوبر، وطلعنا من الفيلم نفكر ناخذ لنا ميني كوبر. ليش؟ سيارة 1.8 ماكينتها، عليها تيربو. أنا كسائق محترف لما أتكلم عن تيربو أنجن، فتخيل إذا هو الـ 1.8 وسيارة صغيرة وعليها تيربو، ما بتكون سيارة، بتكون طيارة. الحين أنا راح أعرفكم عن الانتيرير السيارة. انتيرير السيارة الستيرينج ويل فيها الدبل شيفتر اللي نفس الفورمولا 1 شيفتر، فيها الريسينج سيتس. الريسينج تعطيك الروح الرياضية. سويتشز تحسسك ان انت فعلا في سيارة رياضية، اللي فيها السان روف دبل كامل لين اخر السيارة اللي هو راح اراويكم اياه. السيارة من الاخر رياضية رياضية رياضية. اتمنى انكم استمتعتوا وثقفتوا عن سيارة الميني كوبر. ملاحظة أخيرة، لا تستهينون في هاي السيارة الصغيرة، وراويكم هالأمورة تقدر شو تسوي.